ايه قصه شيكابالا بياخد فلوس قليله بياخد فلوس قليله هو ايه ايه القصه دي يعني؟ شيكابالا يعني مظلوم حقيقه يعني فتره من فترات، لان جه الغرامه اللي جت عليه $1,000,000 من اعتقد النادي باوك واتحطت جهاز مركزي حطها في ان هي لازم تتخصم من عقده فكان عقده بيتخصم منه $1,000,000 فبياخدش حاجه خالص، فبياخدش يعني بياخدش حاجه يعني لما جينا عدلنا بعض الشيء في الارقام انما بنسبه كويسه جدا بس لا تتناسب مع قيمته الحقيقيه يعني لان هو الفتره اللي فاتت حقيقه يعني هو تقريبا لعب ببلاش يعني حقيقه يعني اقل حاجه تتعمل تقريبا لعب ببلاش يعني كان بياخد مبالغ ضعيفه جدا لان كان بيتخصم من المبلغ حوالي 4-5 مليون. كانت بتاعت سبورتنج صح؟ سبورتنج يعني $1,000,000 فجت عليه وده كان لازم تتخصم منه فكنت بتعمل له العقد بقى اوفر $1,000,000 يعني ولا اشتكى ولا اتكلم لا ما اتكلمش هو مش كمان يعني محترم ان هو قائد للفرقه كابتن نادي الزمالك وهو برضو عشان كده بقول لساسي يعني فاهم يعني ايه بقول لساسي يعني شيكابالا حب الجمهور بالنسبه له هو الاكل والشرب بتاعه صحيح يعني وشيكا ما كانش بياخد يعني مبالغ تذكر انما الفرق اللي بين العقدين اللي مطروحين على اساسي حب يعني انا بقول له اشتري جمهور الزمالك، جمهور الزمالك جمهور كبير جمهور عظيم ولما بيحب حد بيطلعه السما صحيح.